أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار، يعني أشرف الاستغفار وأفضله أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يوم، من قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. يقول سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فتقر لله عز وجل بلسانك وبقلبك بأن الله هو ربك عز وجل، المالك لك، المدبر لأمرك، المعتني بحالك، وأنت عبده، عبده كونا وقدرا، كونا وشرعا، عبده كونا يفعل بك ما شاء، إن شاء أمرك وإن شاء أصحك وإن شاء أغناك وإن شاء أفقرك وإن شاء أضلك وإن شاء هداك حسب ما تقتضيه حكمته عز وجل. وكذلك أنت عبده شرعا، أنت عبده شرعا تتعبد له بما أمر، تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه، تقر بذلك اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تقر بأن الله خلقك هو الذي أوجدك من العدم وأنك على عهده ووعده ما استطعت، على عهده لأن كل إنسان قد عاهد الله عز وجل على أن يعمل بما علم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فمتى أعطاك الله علما فإنه قد عهد إليك أن تعمل به، وعلى وعدك أي تصديق وعدك، ما وعدت أهل الخير من الخير وما وعدت أهل الشر من الشر، ولكن العهد على وعدك أي في الخير، لأنك تتبعت في هذه الكلمات تتوسل إلى الله عز وجل، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع خيرا فيثاب، ويصنع شرا فيعاقب، ويصنع الشر فيكون سببا لضلاله، كما قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكثيرة التي لا أحصيها، وأبوء بذنبي أعترف به فاغفر لي، هذا الشهر فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.